حملة أطلقتها جمعية لاكتيكا مشاهدينا في لبنان تزامنا مع الأسبوع العالمي للرضاعة. نستضيف معنا للحديث عن الحملة رئيسة جمعية لاكتيكا ألين أبي نادر في أحداث ونشاطات. ألين أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. سامعين بال47؟ نحن سامعين بس بدنا المشاهدين يسمعوا أكثر منك لو سمحت. بحب أحكي عن الجمعية قبل ما أحكي عن 47. تفضلي. لاكتيكا. يس لاكتيكا. لاكتيكا هي جمعية أسسوها أميتو بيات، جمعية أهلية، أكيد جمعية لا تبغى الربح، NGO هي، وأسسوها من وراء حاجة لحماية دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، ولاقوا هالحاجة من وراء الخبرات يلي هن اختبروها بمشوارهم بالرضاعة الطبيعية، الخبرات السلبية والخبرات الإيجابية أكيد من قبل إن كان المستشفى، الجسم الطبي، الأشخاص اللي حواليهم، أهلهم، المجتمع عامة، كل هالناس. ال47 هو قانون صح؟ ال47 هو قانون. أنتوا طالبتوا بتنفيذه بحذافيره صح؟ يعني هن شوي شوي إذا بدك. هو قانون صدر بالدولة اللبنانية بسنة 2008 وهو منبثق من المدونة الدولية يلي طلعتها منظمة الصحة العالمية سنة 81. صح. من وراء دراسات أثبتت تدهور وضع الرضاعة الطبيعية بالعالم من وراء شراسة التسويق لمنتجات تغذية الرضع وصغار الأطفال. هالمنتجات هن أربع فئات من المنتجات، عندكم أغذية الرضع يعني الفورمولا والفولو أب أكيد لحد عمر الثلاث سنين، أغذية المتابعة يلي هي من عمر الصفر لعمر الثلاث سنين، أنين الأرضاع يعني البيبرونات، والتيتين اللي هي يعني منسميها نحن بالقانون. هاي دول هن الأربع فئات تبع المنتجات. هالقانون بينظم تسويقهم. قانون هو اسمه قانون تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها، لأنه البيبروني والتيتين. شراسة تسويق هالمنتجات بطريقة عشوائية، لأنه هن مش مفروض يتسوق لهم، لأنه هالمنتجات مفروض تستعمل عند الحاجة، عند الضرورة. بينما شراسة التسويق خدعت الأهل، خدعت الأمات، بطل عندهم كتير ثقة بحالهم، صاروا يفكروا هي وحامل الأم هل رح يكون عندها حليب بالوقت يلي أكيد في حليب. صحيح. أوكي. هل زعزعة الثقة بالنفس بتخلينا كتير مرات أنه نلتجئ بسهولة ل... طيب. هذا القانون الذي يعني ينظم تسويق أو عشوائية تسويق هذه المنتجات يلي عم يروج لها وكأنها بديلة عن الرضاعة. صحيح. هل هي كافية برأيك اليوم للتشجيع على الرضاعة الطبيعية؟ القانون؟ نعم أكيد القانون كافي. هلا القانون هو بيستدعي يعني حملات توعية حول الرضاعة الطبيعية بحداتها. القانون هدف تبعه له هو عفوقه، أنا سوري ما القانون رقمه 47، ومشان هيك الحملة اسمها سامعين بال47. وهي سامعين بال47 فيها إذا بدكم شغلتين، فيها ستيتمنت إنه نحن سامعين بال47، وفيها بنفس الوقت السؤال للي ما بيعرف إنه أنت سامع، إنه شو عم تعمل سامع بال47. صحيح. القانون هدفه حماية دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية. بالقانون الدولة والجسم الطبي كله سوى، الأخصائيين الصحيين والمستشفيات ومرافق الصحية عندها واجبات تجاه الأم يلي هي تشجيع الرضاعة الطبيعية، تعطيها المعلومات الصحيحة المضبوطة، تخبرها عن أهمية الرضاعة الطبيعية، كما أنه إن كانت الأم ما بدها تنقل الرضاعة الطبيعية كمان يصير في توضيح عن مخاطر الأغذية المصنعة. هيدا الشغلة يلي نحن دايما بننسى عنها، يعني منا وهو موضوع كتير كبير، لأنه الأمهات مرات بيقعوا بفخ يلي بيقول إنه هالغذاء المصنع هو بديل عن حليب الأم، يلي هو ما في بديل عن حليب الأم. حتى الفخ يمكن بيكون بالمفردات المستعملة، بنقول عنه حليب بينما هو فورمولا 100%. يعني إذا بتلاحظي إنه بس بالدول العربية نحن بنسميه حليب، بكل دول العالم اسمه فورمولا، يعني تركيبة، ما اسمه حليب. وهو بحسب القانون ما فينا حتى نسميه حليب، لازم يكون اسمه غذاء مصنع. طيب ألين، هو عمليا القانون لتنظيم بدائل تنظيم تسويق الأم الأغذية المصنعة. أنتوا بتشجعوا على الرضاعة الطبيعية؟ أكيد. نحن أهداف الجمعية هي حماية دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية، هدول هن الأهداف الوحيدة للجمعية. طيب كيف بتشجعوا؟
كيف منشجع؟ بدنا نشجع هلا مباشرة. هيدا عبر الإعلام. تقولي لنا شو هي فوائد الرضاعة الطبيعية؟ فوائد الرضاعة الطبيعية كتير كبيرة، يعني هيدا هيدا فصل كتير كبير، وهيدا شغلة ما فينا نحكي عنها بكلمتين، لأنه منكون عم نقارن شيء طبيعي بشيء مش طبيعي. يعني بس هيدي المقارنة بتحط الشيء الثاني بمرتبة جدا واطية، لأنه الشيء اللي الطبيعة عطتنا إياه وخلقه الله لأنه نغذي فيه أولادنا، فيه هو حليب الأم، هو الغذاء الأمثل للنماء والنمو. صحيح. يعني وهون عم نحكي على عدة مستويات، أكيد النفسية وأيضا الصحية، أكيد من الطفل من عمر الصفر حتى الرضاعة الطبيعية. كل الدراسات بتثبت أنه بتأثر على صحتك مدى الحياة. والفرق يعني عنا أنه لوقت معين يمكن بعد 4 أشهر النساء عم بيتوقفوا وعم بيروحوا على البدائل. صحيح. إلنا في عندكم طرق مختلفة للتشجيع من هالحملة التي ستنطلق غدا. صحيح. هلا هي الحمله هي اكثر موجهه لتحكي عن القانون. نعم. اوكي، يعني هي حمله توعيه للمجتمع المدني عن القانون، تالاهل يصيروا يعرفوا انه انا وقت بكون بمرفق صحي وبينعطاني هديه، يعرفوا الاهل انه هيدي هديه مفخخه. نعم. هيدا الشيء ممنوع ينعمل، لانه بما انت بمرفق صحي مفروض ينعطاك نصيحه انك تكمل الرضاعه الطبيعيه وتاخذ حقيبه لتكمل الرضاعه ولتكون عندك ثقه بنفسك وتكون الام مرتاحه بهيدا الخيار. بينما وقت بيجي بعطيك انا هالغذاء شو ما كان يكون، أنا عم بحط لك فخ صغير، يعني بتصير الأم على أقل عقبة بدها تروح تلتجئ لهالغذاء، ومرة ولا مرة هيك بتصير الشغلة. لا. كل مرة الأم بتعطي فيها غذاء تاني غير حليبة بتكون عم بتخفف التحفيز لصدرها، يعني عم بتخفف إضرار الحليب، يعني عم بتقول لجسمها ما بقى تعمل حليب، مرة ورا مرة بخف الحليب لأنه الحليب هو عرض وطلب. يعني ألين بالتوفيق في حملتكم غدا، نحن بسرعة اضطرينا أنه نضوي عليها ما تخزينا. منشكرك رئيسة جمعية لاكتيكا ألين أبي نادر، ومن خلالك ندعو كل الأمهات اللواتي يشاهدننا الآن إلى الرضاعة الطبيعية.